السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. مرحبا بكم مرة أخرى في واحد تجربة عاوتاني مباشرة معكم. معنا الأخ سي محمد اللي تلقينا معه البارح، الحمد لله وصلوا شي أسبوع، ياك أسبوع دابا فاش وصلتوا، غيحاول يبارطاجي معكم التجربة ديالو يوم المقابلة. المهم الفحص الطبي راكم دابا ولفتوا الفحص الطبي كيفاش كيدوز داكشي، هو يركز لنا على يوم المقابلة كيدوز معاه المقابلة، والحمد لله كيفاش توصل هنا الأمريكان وشنو خا الله وصل، ولكن بعدا شنو هما الصعوبات اللي القاهم قدامه الى اخره. مرحبا بك سي محمد. الله يبارك فيك سي كامل، الله يحفظك. تفضل اخويا سي محمد. اول تجربه بعد التجربه ديالي ديال باك ليبر، اول حاجه الناس ديال باك ليبر ما يتخلعوا ما والو، دونك خاصكم غير من بعد الاجراءات ديال الترجمه والطبيب وداك الشيء، ملي كتدخل القنصليه كتقول لك اول حاجه هذيك اللي كتبصم لك واش عندك باك عادي ولا باك ليبر، كتقول عندك باك ليبر. قبل ما تمشي لضابط الهجره كتسولك واش عندك الاثبات، كتقول لها عندي الاثبات، كتعطيه لها الاثبات باش كيدوز الدوسي ديالك. الاثبات غير تذكير الاخوان اللي كيعرفوا خا هادشي قلنا لهم. الاثبات هو تكون قاري 12 العام. من تحضيري انا بعدا ما جبتش من تحضيري حتى الباك. هما شنو كيطلبوا، واش الثانوي بوحدهم ولا كيفيريفيو الكوليج والثانوي، انا جبت كلشي. كتمشي لاخر مدرسه اللي قريتي فيها الباكالوريا، كتمشي عند المدير تقول لي عطيني لي غولفي دو نوت ديالك، كيعطيهم لك حيت الدوسي ديالك كيبقى تابعك من نهار دخلتي المدرسه حتى لاخر في الارشيف ديالك. كتمشي لعندو، اولا مثلا زقل لك شي دوره ولا كتمشي للاكاديمي كتقول لهم بغيت هاد الدوره الفلانيه ديال الباك ولا ديال السيزيام ولا لان كاين شي اخوان فعلا في البيانات النقاط كيعطيوهم غير ديال الدوره الاولى وكيقول لهم الدوره الثانيه ما كايناش، هادو كيمشيو في الليسي. مي الا بغيتوا الدوره الاولى والثانيه رجاء سيروا للاكاديمي، وما الا كنتم بطبيعه الحال قارينهم، راه ما يمكنش عاود انت ما تكونش ما قاريهمش غتقول لي عطي لي الدوره الثانيه، راه من سبع المستحيلات. يعني انت الناس اللي قراو البكالوريا مثلا وسقطوا او لا يعني ما كملوش لي دورو فين ما وقراو يعني حتى دوزوا الوطني ديالهم وما نجحوش، كتجيب هاد الاثباتات سواء شواهد مدرسيه او لا بيانات النقاط او لا النتائج ديال 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 العام ديال 5 و 6 والباك. تفضل اخويا. المهم خاصك تقنع ضابط الهجره بانك راه عندك 12 العام ديالك وصافي. دوزنا المقابله، طلبت لي العربيه اونغري فرونسي، انا دوزت بالعربيه. جات عندي ديك الكوريه مع تحطيت، قالت لي واش اون بار فرونسي، كان مترجم صراحه وقالت لي اون بار فرونسي، قلت لها اون بار فرونسي. بقات كطرح لي الاسئله الروتينيه كيف العاده، شنو هما الاسئله، واش مجوج، شحال جايب معاك، عندك عاوتاني سولاتني واش عندك الاثبات ديال باك ليبر، شنو عن من غادي، شنو كيجيك المستضيف، هادشي اللي سولاتني صراحه. ما سولاتكش الفلوس شحال غتدي واش عندك الاثبات، واش عندك الاثبات؟ لا ما قالتليش الاثبات، قلت لها غير شحال هادشي، قلت لها شحال عندي قدا وقدا وصافي هادشي اللي كاين. وفي الاثبات ما حكرتش عليك لا وشنو واش حاب بصح واش قاري عطينا، لا ما قالت لي والو. شنو انت الاثبات اللي عطيتيها انت بالضبط، شنو عطيتيها؟ انا عطيت لها ديك السيده ديال، لا شنو عطيتيها الاثبات، شنو هما، شنو النوع، شواهد مدرسيه ولا غير بيان النقاط؟ لا غير الغولفي دو نوت، غير الغولفي دو نوت صافي، هادشي اللي كاين ديال الدوره الاولى 5 دوره الثانيه 5 سيزيام دوره الاولى الدوره الثانيه البكالوريا بالجهوي بالوطني بكل شيء. بلا ما ترجمتيهم؟ لا ما ترجمتهم ما والو. لا بلا ما ترجمو لا. وانا كان عندي المهم كان عندي ديال الاعدادي وكان عندي ديال الابتدائي. ديتي انت مع كل شيء، ديت كل شيء وعطيتهم ليها. اذا هذه هذا نموذج ديال تجربه ديال شخص، ولكن ديما كنقولها لكم ديما دير لي عليك، اللي عنده شواهد مدرسيه دي شواهد مدرسيه، بيانات النقط ديهم، النتائج ديهم. المهم انت ترجموا مثلا، ترجم اذا كانت عندك شهاده مدرسيه جمع لك فيها كل شيء، فيها الابتدائي والكوليج وسميتو الثانوي، ترجم غير داك الشهاده المدرسيه البيانات النقاط بلاش، لان كثارين شحال قدك ترجم 12 بيان نقاط ولا ما عرفت شحال، راه بزاف. يعني ترجموا غير واحد الحاجه وتوكلوا على الله. تفضل اخويا. غادي نقول غير واحد النقطه، صحاب باك ليبر عندهم دابا من على ما كنت انا منين كنت مشيت عند المدير قال لي واحد الاقتراح، قال لي واش انت دوزتي مسار، هادوك الناس ديال المسار عندهم مخير القضيه كيكون كلشي في الارشيف، في الارشيف ديال صحاب 2012 صحاب 2012 الفوق راه ما غاديش يوحدوا مع صحاب باك ليبر، من التحت هما اللي غادي يلقاو شويه ديال الصعوبه، ولكن كلشي حيت هاد المسار ما بداو خلال 2012 2012 قال لي المدير قال لي 2012 كلشي كيكون عنده في الارشيف، يعني عندهم سهله القضيه صحاب مسار. تفضل اخويا محمد. دوزتي المقابله؟ كدوز المقابله كطرع عليك الاسئله اللي قلنا صافي، قالت لي غادي نعطيك اجراء اداري تتاكدوا من هذا الشيء، تتاكدوا. انا ما عرفتش شنو هو الاجراء الاداري، ما عطاتني حتى ورقه، رجعت لي الباك لوريجينال ديبلوم لوريجينال وعطاتني واحد الورقه فيها اراميكس وصافي. مع 3:30 ديال العشيه عيطوا لي القنصليه قالوا لي واش دوزتي المقابله عطوك اجراء اداري، قلت لهم وي، قال لي راه غادي نصيفط لك واحد الفورمولير دي اس 5535 غادي تعمروا وتصيفطوا لينا كما هو. قلت لي صافي واخا، صيفطوا لي الغد اللي عمرتو صيفطوا ليهم.
تقريبا بحال دي اس 260، غير هو زايد عليه فيه شي حاجه ديال 15 عام ديال السوشيال ميديا، الارقام ديالك، سميت خوك، هادي العام فين قريتي، فين خدمتي، الشركات، العناوين ديال فين سكنتي، صافي خرجتي على برا، واش واش خرجتي على برا بيان سور، هادشي كامل. يعني كتحاول تجاوب على داك الاسئله، كتحاول تجاوب على دوك الاسئله كتصيفطو ليهم عبر الايميل، عبر ايميل كتجاوبهم عبر الايميل، عبر ايميل. نعم. الاخوه اللي كانوا كيسولوا هاد الدي اس واش نصيفطو على عبر ارامكس ولا عبر الايميل، يعني عمرو اونلاين وعاود صيفطو لهم بار ايميل. صافي وبقيت كنتسنى من هذاك الشهر. دوزتي اخويا؟ دوزت انايا بالضبط لو 24 جونفي، المقابله 24 في شهر 1، 24 في شهر 1 كان عندي في لو 17 وعيطوا لي قالوا لي غادي تاجل. وي داكور، يمكن كان عندهم شي عيد لاحظ ما عرفتش. لو 24 جونفي دوزت، لو 16 فيفري جو بونس طبعوا لي الفيزا ايشو. يعني شحال جلست؟ لا المهم ثلاثه سيمانات من لو 24، ثلاثه سيمانات وانت اجراء اداري. ثلاثه سيمانات ما صيفطتش شي استفسار في ذاك الوقت؟ لا ما صيفطت والو، لا بقيت غير كتسنى. بقيت غير كنتسنى، كنتسنى وكن الابديت كيجيني هذاك التاريخ كيتغير بيان سور. كل سيمانه كيتبدل لي شي جوج مرات، مره جوج مرات، بقيت غادي بحال هكذا صافي حتى يعني ثلاثه سيمانات دخلتي لقيتي ايشيو. لقيت ايشيو من بعد سيمانه عيطوا لي ارامكس، مشيتي جبت الباسبور ديالي. الحمد لله على سلامتك، عاد دابا خديتي الفيزا ديالك، مبروك عليك. ان شاء الله العقبه الاخوان اللي غادي مقبلين غادي يدوزوا المقابله ديالهم. هادشي جا القرار انك تسافر، جيتي فين جيتي؟ جيت الاول انا ما كنتش عارف صراحه، ما كناش عارفين غنجيو عند السي كمال. جينا نيويورك، درنا واحد اليومين تما، عاد جينا هنايا لميريلاند. الملف الاصفر، هضرنا على داك الملف الاصفر، الملف الاصفر اياه كيقول لك عاوتاني واش الملف الاصفر بعدا ما تقربوش ليه الدراري، ما تحاولوش كاع تقربوا تحلوا ولا شي حاجه، داك الورقه اللي كتكون لاصقه فيه ولا شي حاجه ما سقيسوش كاع. هذيك الورقه ضروريه، دوك الورقه اللي كتكون ديك الصفرة فيها كل شيء. هذيك كتمشي كيقول لك ضابط الهجره، كتعطيه داك الملف، هو اللي كيقطعوا بيديه كيشوف المسائل سميتو واش غادي تشونجي لادريس ديالك. إذا ما كنتيش غادي تشونجيها ما كاينش مشكل، تقول ليه نخلي ديالي اللي في دي اس، كنتي غتشونجيها غتوريه لادريس الاخرى صافي، ما كاينش شي حاجه، ما كيسولكش شي اسئله بحال صافي، كتكون دوزتي دوك الاسئله في القنصليه، ما كتلقاش شي صعوبه ولا بالعكس ظريفين صراحه. هنا على ذكر سميتو الملف الاصفر، اي واحد نزل في اول مطار، اي مطار هنا في امريكا نزلتي فيه تما كتعطي الملف الاصفر، سواء نزلتي في واشنطن ولا دالاس ولا كاليفورنيا ولا المهم اي مطار نزلتي فيه هنا في امريكا، غير باش كتطبع الدخول ديال امريكا كتعطيهم ذاك الملف الاصفر. وكما قال الاخ العنوان رجاء كناكد عليها، حاولوا كتبوه بطريقه يعني بالفلورد يكون مضبوط، يعني بالستيت، بالزيب كود، بالسيتي، بالعنوان مضبوط، لان راه الاخوان ذاك ضابط الهجره ماشي حتى الاخوان مثلا بحسن نيه راه كاتبينه بالستيلو ولا مثلا مزيان، ولكن ضابط الهجره راه هو عاوتاني باش كيشوف ذاك الحروف ولا كيفاش مكتوبين، راه كل واحد كيقرا مثلا هي سي يقدر يقراها اس ولا او يقراها ا ولا ا يقراها او ولا شي حاجه، حاولوا تكتبوها بالورد باش كتكون واضحه وباينه، كتعطيها لفريقه كيغير لك العنوان. وصلتوا ميريلاند يعني. وصلنا لميريلاند الحمد لله، لقينا السي كمال واقف معانا، الله يكثر، الله يجازيه بخير. نديروا غير الختام كما نقولوا ليطاب. الحمد لله تيسرت الامور، غادي يكريو ان شاء الله، يستقروا هو والصديق ديالو في الدويره. دابا خديتو النماري ديال التليفون بيان سور، تسناو ان شاء الله يجوكم الورقات الجرين كارد والسوشيال ان شاء الله، باش تبداو تقلبوا على الخدمه ان شاء الله. من بعد غير تلقاو خدمه، عاد غندوزو ليزيتاب الاخرين اللي هما دوزوا ان شاء الله البيرمي ديالكم وتسير لكم الامور، تدوزوا سميتو تاخذوا شي طوموبيل ان شاء الله. شنو بعد النصائح اللي تقدر تنصح الاخوان حكم جيتو والله مهم مازال ما دوزتوش، ولكن غير شنو شفتوا الاخوان اللي مقبلين يجيو يضربوا حسابهم؟ اخوان اللي مقبلين يجيو اول حاجه اللغه، هذه ما نهضروش عليها. كلشي كيوصي على اللغه، راه تقدر تكون انت واعر في لونغري في المغرب، ولكن راك تشوف عاوتاني حاجه اخرى هنايا عاوتاني، فهمت؟ راه تكون واعر وتفهم وهادي، ولكن هنا راه الهضره ديالهم ماشي هي الهضره ديال اللي غتهضر بها في المغرب ولا شي حاجه. ثاني حاجه الفلوس، انا ما نكذبش عليك، كل ما جبتي شحال مزيانه لك، راه حيت هنا ماشي بحال هي اخوان، راه شحال مره نصحناكم بهذا الشيء. ها هو الاخ اكد اخويا علي. تماما تماما، ضروري خاص الفلوس، بنادم يكون جايب معاه فلوس، ما هي راه ما يشوفهاش بانها صعيبه انه يتخلع، ولكن راه ما ساهلاش، يعني الواحد خاصو يجيب معاه فلوسه
يجيب لك كانت عنده ضروري خاص لونغري خاصك او موا تكون كتفهم او موا تكون عارف باش تخرج راسك ما تكونش عاوتاني يمكن نقدروا نقولوا كاين هذه الفرصه ديال كاين سي كمال كيعاون الناس ولكن كاين ناس اخرين اللي ما كيطيحوش ما يطيحش هذا الشيء كي كطيح كتعوم بحرك راه صعب من العادي ديال الواحد انه يكون عاوتاني شويه عمر راسو يقلب سوغ الانترنيت راه تبارك الله دابا كاين بزاف الناس اللي كينصحوا وكذا يفهم بعد الحياه ما يجيش ما فهموها تصحاب العائلات كنصحهم الا كان زعما يقدروا ايفيتي يجي مثلا يقدر يجي هو يقد مسائل عاده يجيب المدام ديالو والوليدات من الاحسن هذه من الاحسن راه حتى انا اغريز كما كنقولوا انا معاه ما اللي عنده العائله وعنده شي واحد مثلا غيقسم يعني غيستقبل واحد سيمانه ولا شي حاجه يجي هو الاول يقد المسائل ديالو عادي يجيب وليداته راه كتكون الفيزا فيها 6 شهور ولا المهم على حسب الوقيته اللي باغي يجي فيها وعادي يجيب وليداته او شنو اخر هذا الشيء اللي كاين وانا يا غير صحاب باكليبر مساكين راه حتى انا راك متبعاك وكنشوف هذه الاسئله اللي خارج من سيزيام ساكيام كاتريام بلا ما يحاول الدراري حيت راه مع غادي يسولك غيقول لك واش ممكن مش 12 عام غيعطيك الروف ما نكذبش عليكم الاخوان حيت هذوك الناس ما كيضحكوش كنت مكمل 12 عام هي البكالوريا ديك الساعه وعندك الاثباتات ماشي تكون مكمل 12 عام وتقول لي عندي الاثبات بحال واحد السيده دازت عند السوري كانت معايا مكمل جبتي غير واحد الشهاده مدرسيه غير ورقه عاديه يمكن غير ديال الباك هو يقول لها سوري لا ما يمكنش قال لها باش عرفتش كان خرجتي من البكالوريا ولا مسميتو قال لها سيري جيبي الاثباتات وتبعيهم عبر اراميكس غتبقى تسنى عاوتاني ها اراميكس هذه من الاول الواحد يجيب معاه الاثبات ويتقاتل عليه ما حدو باقي ما دوز ديك البيريود ديال القنصليه نعم يدافع على الدوسي ديالو ويدفع الدوسي ديالو وتوكل على الله ان شاء الله اللهم يسر هذا الشيء اللي كاين الاخوان في انتظار ان شاء الله نكملوا معاهم الاجراءات وغادي نوافيكم ان شاء الله بكل ما جديد كاع الاخوان اللي ان شاء الله غادي نتلاقاو معاهم هنايا وباش هادشي كنبارطاجيو معكم غير باش تستافدوا والناس اللي مقبلين غادي يجيو ماشي بالضروره زعما غيجيو لماريلاند ولا تمشي لاي ولايه ولكن غتمشي كما نقولوا راسك عامر عندك الباجاج عارفين غتمشي عارف شنو غدير عارف شنو ما لديك وما عليك هادشي اللي كاين شكرا سي محمد شكرا خويا علي الله يبارك فيك وحنا معكم ان شاء الله هنايا وتوفيق كاع الاخوان المقبلين غادي يدوزوا ان شاء الله المقابلات وكذلك تبنتمنى الناس دي في 24 الله يسهل عليكم كما يحييكم الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم.